بعد هذا رسالة بتوقيع جمع من الأخوات المسلمات يقولن في رسالتهن: أخوات مسلمات يتابعن البرنامج ويعجبن به. أخواتنا لهن جمع من الأسئلة سمحت. في أحد أسئلتهن يقول: هل يشترط تلقين المتوفى الشهادتين؟ وإذا لم يكن أحد عند المتوفى هل ينفر الشهادتين؟ لأننا سمعنا أن المتوفى قد يشغل عنها. وجهونا حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا. كنا مشكورات على العناية بهذا البرنامج ومعرفة قدره، ولا شك أنه برنامج مفيد عظيم. وأنا أوصي جميع إخواني في الله وأخواتي في الله بالعناية بهذا البرنامج والاستماع له والاستفادة منه، فهو برنامج مفيد بحق ويقوم عليه جماعة من خيرات أهل العلم. فأنا أوصي جميع إخواني وأخواتي في الله في الاستماع لهذا البرنامج والاستفادة منه. وأما ما يتعلق بالتلقين فهو مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فيستحب تلقين الميت أن يقال اذكر الله، أو الجالس يقول لا إله إلا الله حتى يتعسى بالمريض فيقول مثل قوله. ولو مات ولم يلقن فلا شيء، ما دام مات على التوحيد فالحمد لله لا يضره ذلك. إذا مات على التوحيد ولو ما لقنه أحد ولو ما قال شيء عند الموت فهو على توحيده وعلى عقيدته التي مات عليها، وجاله الخير العظيم. لكن إذا قال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عند الموت فهذه بشارتين، وهذا فيه فضل عظيم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع الإيمان والتقوى. أما لو قال لا إله إلا الله وهو مصر على المعاصي فهذا تحت مشيئة الله على حق، إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه على المعاصي التي مات عليها لم يتب. لقول الله سبحانه في كتابه العظيم في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق ما دون الشرك بالمشيئة، قال: ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء. فدل ذلك على أن الذي يموت على المعاصي كالزنا أو السرقة أو الخمر أو العقوق الوالدين أو أحدهما حكمه أنه معلق، أمره معلق بمشيئة الله. إن شاء الله سبحانه غفر له وعفى عنه، وإن شاء سبحانه عذب على قدر المعاصي التي مات عليه إذا كان لم يكن قبل الموت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.